وهنا المسؤولية، وفي ظل هذه التحديات تتغير الأولويات. تحدثت فخامة الرئيس عن التعليم وأنه يحتاج أكثر من 250 مليار أيضا دولار، والصحة أيضا هناك تحدي كبير على مستوى الصحة. في ظل هذه التحديات، رؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، بالطبع هناك رؤية، هناك خطوات جادة لإيجاد الحل أو البدء في مواجهة هذه التحديات، من أين يمكن البدء؟ شوف، أنا هقول لك، اللي ما تقدرش تعمله كله ما تسيبوش كله. فكان المسار هو دايما طرح أفكار تحل بيها المسألة. نبدأ بجودة الصحة. أنت تعرف أن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي، مش كده؟ المسار ده لو كان ماشي طبقا للمسار الطبيعي في معالجته، كنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي. لكن بمضرب فكر اتعمل، قدرنا ان احنا نقول النهاردة، مش النهاردة بقى، من 3 سنين، ان مصر دولة خالية من الفيروس سي. حاجات اخرى كتير زي كده. فانت بقيت تستهدف بمبادرات يا فيصل، تستهدف التحديات اللي عندك، بدل ما تعمل سياق عام. يعني تقول ايه، ان انا اللي هعمل تأمين صحي كامل للدولة المصرية بتكلفته. طب احنا عاملين حسابنا على كده، احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل تأمين صحي كامل خلال 10 سنين. كانت الفكرة والخطة 15، قلنا هنضغط ونخليها 10. طب لغاية لما اعمل ده، لغاية لما اعمل التأمين الصحي الشامل للدولة المصرية كلها، ال100 مليون او المية، وخلي بالك كمان 30 سنة على 2050، انت بتتكلم في 50 مليون زيادة كمان. طلبت التعامل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وقلت نرحب ويعني سنمنح ميزانية الدولة لمن يدير على سبيل المثال المستشفيات، يعني 50 مليون إذا كانت تخصص الدولة إدارة مستشفى تقدم لرجال الأعمال. صحيح. وطلبت صحيح. أيضا من لديه أفكار أن يتقدم. ما الذي الكلام ده احنا عملناه؟ ده كلام كويس أو أنت بتطرحه دلوقتي أو بنحطه. احنا الكلام ده طرحناه في المستشفيات وفي المدارس وفي التعليم، ان احنا نقول النهاردة ندخل القطاع الخاص يخش يشتغل بقدرته على الإدارة الجيدة، واحنا كدولة نساهم معاه في تكلفة احنا مستعدين ندفعها. صحيح. وهو يكمل بقية الموضوع، يعالج على مستوى القطاع المدني بفكرة القطاع الخاص والشريحة بتاعتي كدولة اللي انا عايزها، يبقى هو ملتزم بيها ضمن بروتوكول العلاج. لكنك اعتبت على رجال الأعمال بأن لم يبادروا بالتعاون مع الحكومة بالشكل الذي ترجوه على الأقل فخامة الرئيس. أنت مش كل اللي أنت بتطرحه الاستجابة بتاعتك بتتحقق في الوقت. المدى الزمني بتاع التجربة المصرية كلها حتى الآن كم سنة؟ أنت بتتكلم في 2011 كانت فوضى كاملة. صحيح. أنت بتتكلم في 11 و12 و13 الدولة كلها قايمة وفي فصيل عايز يهد الدنيا، وبعدين الشعب اتحرك عشان يغير، وبعدين دخلت في تحدي تاني ان ده كان كله بيتعمل وفي ارهاب بيستهدف الدوله المصريه. ارهاب يعني ايه يا فيصل؟ يعني تفجير مدارس، تفجير كنائس، تفجير جوامع، تفجير بنيه تحتيه، مقتل ناس في الشوارع. كان الناس في الوقت ده المصريين يقولوا ايه؟ ادونا الامان وما ناكلش، ادونا الامان خلونا نمشي في الشوارع بامان وسلام ومش عايزين ناكل. انت النهاردة يعني بتوضع شديد برضو يا فيصل. الارهاب ده بقى تاريخ. بقى ايه؟ تاريخ. تاريخ. نعم.